وهذا يقول لك كاين خوشي نهار خرجوا نهار كانوا خارجين خوشي راه كنا معاهم كنا حاضرين لهم كنا غنمشيو معاهم حتى حنايا حتى حنا كنا غنوصلوا لهذيك البلاد كنا باغيين نمشيو وخرجوا 40 واحد وملي مشاو كنا كنطلبوا الفرحه ديالهم باش يوصلوا لهذيك البلاد علاش باش يوصلوا لهذيك البلاد باش يخدموا ويصوفوا الوالدين ديالهم انا كنهضر من القلب ديالي بغيت ربي ما ينساش عليك كنهضر من القلب ديالي انا بغيت نتبنى بالله خوتي شو الله يجعل ربي ما ينساش عليك كندوي بالقلب هذا هو اللي كاين وربي شاهد عليا من القلب ديالي خوتي بغيت شي ويجي انا بغيت نحرق على ابنيه البلاد بلاد ما كاين فيها والو انا باغي نوصل لهذيك البلاد باش ندير شي حاجه وباش نوصل الخدمه ما لقيناهاش كنا غيكون عندنا ديبلوم وكنبغيو نقلبوا على خدمه كايناش خدمه هذا هو اللي كاين وكنطلب دابا حاجه وحده نتمنى من دوك الدراري نعرفهم واش حيين ولا ميتين الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين وهذا هو اللي كاين اخويا تسمع الله يرحم الوالدين حنا كنطالبوا من السلطات دير الخدمه ديالها بغينا السفاره ديال تونس تتحرك لحقاش كون كانت شي فضيحه ولا شي حاجه بزربه غتنشر هاي الفضيحه ديال الرايان الله يرحمه راه بانت بزاف راه ورا بانت الخبر ديالو الله يرحمه عاوتاني ديك السيد اللي ولد ديال 14 عام هو ديالهم بهم كاملين 38 واحد لا اللي من هاد الحياه ده 17 واحد اللي كاين انا معاك الاخ ديالي تو كيمشي هو الزوجه ديالو وما كاين الاخبار من نهار 16 في شهر 12 ما عليهم الاخبار الاول حنا بغينا اللي بغينا نعرفوا دابا حنايا الا كانوا ميتين يلوحوا لينا غير التصاور ولا شي دليل باش ناكدوا على الرسم بلي حنا راهم ميتين فهمتي باش ندعيو معاهم الا كانوا حيين نعرفهم حنا راه حيين حنا كنطلبوا من السلطات من سمنت السفاره ديال تونس دير الخدمه ديالها لحقاش حنا راه 3 شهور حنا كنتعذبوا حنا راه داخلين في 4 شهور ديال العذاب اقسم بالله الى العذاب لا ملي كان في تونس قبل ما يتحرك كان كيدوي معانا كان بخير بحالو بحال كاع الدراري ولكن مني من نهار 16 في شهر 12 صافي تما تقطع البش بصفه عامه فهمتي بقينا عرفنا هو العمر ديالو 27 عام الزوج ديالو تقدر تكون ديك 25 ما عرفتش بالضبط المهم ود العمر ديالو 27 ماشي هو الزوج ديالو حنا طاش يديروا خدمه ديال ما هادشي هذا خص كلشي يهضر عليه ماشي غير ثلاثه الاذاعات ولا اربعه الاذاعات خص المغرب كامل ينوض يهضر عليه ماشي غير ثلاثه الاذاعات لاقاش هذه راه فاجعه راه ماشي فضيحه هذه راه فاجعه راه 38 روح وهذو اللي كتشوفوا هذا القوم كامل هذا اللي كتشوفيه هنايا راه ماشي كلشي عنده خو راه كلشي حنا كاملين خوش فهمتي وكاين ما كاينش عاوتاني غير ولاد ما كاينش عاوتاني غير من سيدي مومن كاين ولاد سيدي ولاد الحيم ولا رشيد كاين ولاد البرنوسي كاين ولاد البيضاء فهمتي ولاد بزاف حنا كنطالبوا من هادشي هذا باش يبان بزاف كان ولاد الحي كاينين كاين ولاد الحي لحقاش حنا اللي بقينا ساكتين بزاف الا بقينا ساكتين ساكتين ما غنوصلوا لنا حتى شي لاول حنا اللي كينوض كيهضر كيوصل شي نتيجه حنا ديك النتيجه هي اللي بغينا نوصلوا لها حنايا انا راه الولد ديالي راه 3 شهور في العاده داخل في 4 شهور ديال العاده راه يحسن له الوالدين اللهم امين كانوا السلام عليكم انا بغيت نهضر على نفس الموضوع اللي كيدوي عليه الدراري دابا كاملين انا واحد من خوتي انا مشى مع هذه المجموعه دابا باقي مختفي لحد الان وبغينا من السلطات وجلاله وكيل الملك اللي كنتي كتشوف هذا الفيديو هذا بغيناك تدخل الله يرحم بها الوالدين حنا الحاجه الوحيده اللي بغينا نعرفوا هي الحقيقه ديال هاد الامر هذا واش خوتنا باقيين حيين ولا لا صافي هادشي اللي بغينا نعرفو وكل نهار كل نهار الحراق اللي داهم كيقول لنا اخبار في شكل يعني بقينا عارفين شنو غنتيقوا ما كاينش شي حاجه اللي ملموس شي دليل ولا شي حاجه اللي كتاكد صحه الاخبار الحراق ما بقاش كيدو معانا صافي لا الحراق في ايطاليا الحراق والوسيط اللي كاين بيننا وبين الحراق ما عرفنا واش باقي في المغرب حتى هو ولا لا هو اللي كياخذ من عندنا فلوس التسباق كياخذ من عند الدراري فلوس التسباق من هنايا صافي والدراري كيمشيو كيقطعوا راقيهم كيقادو باسبور يعني كيمشيو لتونس كيقطعوا في باسبور واللعيبات داكشي قانوني ومن مدينه تونس راه كيديهم في زودياك صافي وكي راه كيعارف وحنا دابا باقي من نهار 16 في شهر 12 والاتصال ديالهم مقاطع معانا من تما ما بقينا سمعنا عليهم كانوا كيدو معانا نهار 16 في شهر 12 من تما ما بقى دو معانا يعني اخر كونفرساسيون كانت بيناتنا كانوا قالوا لنا بلي راه نقدروا نخرجوا في هذا النهار هذا يعني الا ما تكوني قطيناش ما تخافوش علينا وصافي بقينا كنتسناو اليوم غدا يمكن راه غير غابرين يمكن شادينهم الحجر الصحي وراك عارف صافي بقينا كنتسناو دابا راه 3 شهور وطالعه في 4 شهور ما كاينش شي خبر صحيح انا الاخ ديالي انا سميتني عبد الله مساعد الاخ ديالي سميتو اسماعيل مساعد وصافي هادشي اللي كاين مي بصفتي فاعله جمعويه وكندير ميديا سيون سوسيال في منطقه سيدي مومن
الطلب الوحيد وهو كنطلبوا من السيد من جلالة الملك محمد السادس ومن السيد الحموشي ومن السلطات المعنية باش تنظر في هذه القضية وتحسمها وتحارب هذه الهجرة السرية اللي أدت بوعد وبفتك وب يعني بهلاك عدد كبير من الشباب اللي هما باقي مازال تابعهم مسيره طويله وحياه طويله قدامهم. داك الشيء عندهم واحد الحلم ديال بغا مشاو وقع لهم ما وقع. حنا نتمناو هاد الوليدات ما يكونش وقع لهم ما كان. انا بعدا هاد الفاجعه ما بغيتهاش ما نسمعهاش. ما عرفتهم دابا واش ماتوا هاد الناس هاد الاولياء هاد الامهات ديالهم كيقول لك واش ماتوا وما باقيين ما ماتوش. اذا حنا الهدف ديالنا هو اننا بغينا السلطات كيف ما يكون نوعها عن بعيد او عن قريب تدخل في هذا الموضوع هذا وتحارب الهجره السريه. هذا الشيء كنطيبوا وكنبغيو جلاله محمد السادس ينظر في هذه القضيه والسيد الحموشي يتدخل فورا باش هاد الناس يجيو المغرب وندفنوهم في الوطن ديالهم. ما يبقاوش هاد الناس مشتين خارج الوطن المغربي العربي. هادشي